وفكرة كمان مش هكون بالظبط انا هعمل ايه من المصدر الواحد فقط من خاصة ان المصدر مش خالص مصري يعني في الوقت احنا كمان احنا قايلين على التطبيق احنا قايلين على التطبيق احنا بنتكلم على فكرة ان احنا مصر هتبقى ان شاء الله مركز اقليمي لهذا التصنيع تجربتنا بقى ان احنا نعمل كده يا دكتور دكتور يحيى بطلعت غرفة يعني قاضي غرفة الصناعة تجربتنا ان انا زي ما حكيت انا عندي كثافة سكريات وفكرة ان انا مش هكون بالظبط انا هعمل ايه من مصدر واحد فقط من خاصة ان المصدر مش خالص مصري يعني في الوقت كمان احنا قايلين على التطبيق احنا قايلين على التطبيق احنا بنتكلم على فكرة ان احنا مصر هتبقى ان شاء الله مركز اقليمي لهذا التصنيع تجربتنا بقى ان احنا نعمل كده يا دكتور دكتور يحيى بطلعت غرفة يعني قاضي غرفة الصناعة تجربتنا ان انا زي ما حكيت انا عندي كثافة سكانية عالية وعايزة كمان في نفس الوقت اوفر اقليميا يعني قدرة الانتاج بعد الاعتماد والمعنوية وفكرة كمان مش هكون بالظبط انا هعمل ايه من مصدر واحد فقط وخاصة ان المصدر مش خالص مصري يعني في الوقت ان كمان احنا قايلين على التطبيق احنا قايلين على التطبيق احنا بنتكلم على تعرف فكرة ان احنا مصر هتبقى ان شاء الله مركز اقليمي لهذا التصنيع تجربتنا بقى ان احنا نعمل كده يا دكتور دكتور يحيى بطلعت غرفة دكتور دكتور تجربتنا بقى ان احنا لهذا التصنيع مركز اقليمي لهذا التصنيع تجربتنا بقى ان احنا نعمل كده يا دكتور دكتور يحيى بطلعت غرفة يعني قاضي غرفة الصناعة تجربتنا ان انا زي ما حكيت انا عندي كثافة سكانية عالية وعايزة كمان في نفس الوقت اوفر اقليميا يعني قدرة الانتاج بعد الاعتماد والتعاون